الشيء اللي بحبه انه أمر بالمعروف وانهي عن المنكر. اللي راح يملأ الارض عدلا هو الامام المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أنا في شيء زعجني واللي هو أنا ما عم يظلمني ناطرنا حتى ندعي له. بدي أطلب أنه يشيل كل الأشرار من هالبلد ويخلي العالم تنبسط وتعيش للشهر. بحب أقول للإمام المهدي أنه أنا كتير محمسة لتجي حتى نعود والدنيا تكون خير. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين.